بيكم وحلقه جديده. انا اسمي عبد الرحمن عمرو من مؤسسه دكتور احمد عماره. الحلقه دي خاصه بجريده الوطن. هنتكلم النهارده ازاي نستفيد من رمضان نفسيا وطاقيا. بس خليني الاول اديك معلومه، ان ربنا اللي خلقك قالك ان انت قادر على اي شيء، وبمجرد ما تبدا تسعى للشيء ده هو هييسر لك ليه الطرق. اسمع الايه: قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه، من نطفه خلقه فقدره. قدره هنا لو بصيت عليها في المصحف هتلاقي الدال مشدده. قدره بتشديد الدال معناها انه اعطاه القدره انه يوصل لاي حاجه هو عايزها، بس بشرط ان هو يحددها. ثم السبيل يسرها، بمجرد ما حددت وبدات تسعى هتبدا توصل لكل حاجه انت عايزها. فعايزك بقى من النهارده تبدا ترسم خطه لشكل حياتك في رمضان، خطه تخص الجانب الصحي. انا عايز اطلع من رمضان صحتي عامله ازاي؟ صوره لحياتك المهنيه، انا عايز اطلع من رمضان حياتي المهنيه عايز ازود ايه في الشهر ده؟ ده شهر التغيير، ازود فيه ايه؟ صوره لحياتك الشخصيه، انا ايه المهارات اللي ناقصاني؟ وابدا اكتب مهاره من المهارات اللي ناقصاك، وابدا اكتب ازاي تسعى لها، وايه الوسائل اللي موجوده دلوقتي عندك اللي تقدر تحققها بيها. ابدا اكتب صوره او خلي في صوره لحياتك العائليه والاجتماعيه. انا عايز ابقى مع عيلتي ايه؟ ازاي اقدر اتقرب لابي؟ ازاي لو علاقتي بوالدتي مش كويسه ابدا اتقرب ليها؟ ازاي اسعد الناس اللي حواليا؟ وخليك فاهم بقى ان رمضان هو شهر الانفاق، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. اي حاجه هتنفقها على غيرك، الانفاق مش مقصود بيه المال بس، ده اي حاجه هتنفقها على غيرك ربنا هيخلفها عليك اضعاف مضاعفه. عايز دليل؟ طيب اسمع الايه دي: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. اول ايه بتقول ايه؟ لينفق ذو سعه من سعته. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. ربنا اداك شويه علم، روح لناس محتاجه علم علمها. ربنا اداك شويه موده ومحبه وبتعرف تضحك الناس، روح ضحكهم وسعدهم. لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. اي حاجه ربنا اداها لك انفق منها، خصوصا في الشهر ده. ايه اللي هيحصل بقى؟ فلينفق مما اتاه الله، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. ابدا ارسم صور لحياتك لكل جوانب حياتك، وشوف كل جانب خد فيه خطوه بس في رمضان، وانوي بصدق ان انت تطبقها. هتبدا حياتك رمضان هيبقى بدايه ان انت تتذوق الجنه على الارض لحد ما تخشها في جنه الاخره. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنة هتخشها في الدنيا تبقى مرتاح مستمتع ومبسوط جدا لحد ما تنتقل لجنة الآخرة اللي فيها الراحة وما خطر على قلب البشر. أشكركم وأشوفكم في لقاء تاني. السلام عليكم ورحمة الله.